إذن مشاهدينا، الحمى النسفية التي عاودت الظهور في محافظات الجنوب ذي قار والبصرة في الصدارة منها، هذه مؤشرات مقلقة قد ترفع من احتمالات قرع جرس الإنذار الصحي إذا ما استمرت الوتيرة على حالها. في الوقت الذي بدأت فيه الجهود المشتركة لمحاصرة هذا الفيروس درءا لتعاظم خطره، خاصة مع الدخول في ذروة الاشتداد لدرجات الحرارة التي توفر البيئة الخصبة لهذا الفيروس والمرض في الانتشار والتمدد. هذه التدابير الصارمة التي تتحدث عنها الجهات المعنية يفترض أن تطوق هذه الأزمة الحقيقية، وبخلاف ذلك فنحن أمام فرضيات ليس من بينها ما هو محمود. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فقد تجلت المعركة الدائرة بين الأقطاب السياسية ليأخذ كل منهم غنائم مستحقات المكونات، قسمت بعد عدة ليال بالتصويت على هذه الموازنة، ومنها إنهاء مرحلة الخلافات والتصويت على تمرير الموازنة التي أضيفت فيها بعض المواد وحذفت مواد أخرى وعدلت غيرها. كان لهذا نصيب، أما عبور مرحلة التصويت هذا يفتح آفاق كثيرة لتلبية طموح المواطن الذي وعدت به الحكومة الحالية، حيث تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا بالصوت والصورة من بغداد، مدير مستشفى الكندي الدكتور مصطفى الموسوي. أهلا بكم دكتور مصطفى، وبداية نود أن نتحدث عن مدى خطورة هذا الفيروس، فيروس الحمى النسفية. حتى الآن بلغ عدد المصابين 194 حالة وعدد الوفيات 29 حالة، يمكن محافظة ذي قار هي تتصدر بعدد الإصابات، لكن خلينا نبدأ دكتور من مدى خطورة هذا الفيروس. حياكم الله، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا الفيروس الحمى النسفية هو فيروس يصيب الإنسان عن طريق الحيوانات أكثرها، أو عن طريق الشخص التلامس مع الشخص المصاب. خطورة هذا الفيروس تعتمد على المراحل، انه اكتشافه في بدايته او اذا وصل الى المراحل المتقدمه، اذا وصل الى مرحله النزيف في التبول الدموي او عن طريق التقيؤ الدموي او عن طريق ظهور البقع الجلديه. لذلك المرض يجب ان يكون تشخيصه في بدايته، كل ما يشخص من وقت افضل ما انه يتاخر. نعم، احنا في العراق يعتبر من المناطق اللي مو نقول انه المناطق اللي مهدده بالاصابه، خاصه في المناطق الجنوبيه من العراق، وقد سجلت اصابات في البصره وفي الناصريه. طبعا الفيروس اغلب المواطنين كل ما يعرفون عنه صوره، يعني صوره عامه. احنا نتكلم عن هذا الفيروس، هو فيروس يصيب الانسان اكثر شيء يكون في الحيوانات، وينتقل عن طريق الحيوانات، عن طريق اما عن طريق البعوض او عن طريق الغراد او عن طريق الخفافيش او عن طريق الحيوانات القوارض، يعني الفئران والجردان وغيرها. وكذلك يصيب الانسان، الانسان ممكن ينتقل من انسان لانسان اذا كان يعتمد على احنا نصح للفيرال لود، او انه تحميل الفيروس، كميه الفيروسات الموجوده في الجسم. تبدي الاعراض مالته مثل ما ذكرت حضرتك، حمى، فهو يبدي بارتفاع درجه الحراره، صداع، غثيان،
احيانا صاحبه بعد فتره تقيؤ، واحيانا يكون يا اسهال. هاي المراحل الاولى في بدايته. طبعا فتره حضانه الفيروس من اسبوع الى 21 يوم. الفيروس ممكن في وفيات عاليه مثل ما ذكرت حاليا الاحصائيه 194 29 يعني تقريبا اكثر من 30% هي وفيات، ما يعني تكون بعدد الوفيات كثيره خاصه اذا تاخر في التشخيص اذا لم يشخص في البدايه. لذلك اي مواطن، ننصح اي مواطن عندما يشعر بالاعراض انه ارتفاع في درجه الحراره وصداع وغثيان واسهال انه مراجعه طبيب. ممكن بدايه تشخيص المرض انه اكو فحوصات معينه تجرى، ممكن في بدايته تعطيك صوره انه هذا احتماليه الاصابه بهذا الفيروس، لكن تشخيص الفيروس عن طريق فحص البي سي ار، وكذلك قبل ذلك ممكن الفيروس يشخص عن طريق صوره الدم، يكون نزول في الصفيحات الدمويه البليتلت كاونت يكون عاده عددها من 150 الف الى 450 الف، يكون قله فيها حتى في بدايه ظهور المرض، كذلك قله في كريات الليمفوسايت كريات الدم البيض. طيب هذا في بدايه انه يعطيك صوره انه الشخص اكو احتماليه للاصابه. للتشخيص انه نرسل المريض الى فحص مختبر البي سي ار، كل فيروسات تقريبا هي تشخص عن طريق البي سي ار. نعم. طيب في كل وباء، في كل فيروس انتشار اي مرض، يعني يكون التعويل على مدى وعي المواطن مربي المواشي مثلا او حتى المواطنين كوقايه، لكن ليش نشوف حتى الان نفس الاساليب القديمه باداره حظر الحيوانات وكذلك المجازر دكتور؟ حتى الان الاسواق يمكن تشهد زخم على هذه المجازر اللي ما ملتزمه بها الشروط الصحيه، استهلاك المواطن بعد بنفس الوتيره للحوم الحمراء وغيرها. نعم طبعا على فكره انه هذه مكافحه هذا الفيروس تكون المسؤوليه مشتركه بين وزاره الصحه وكذلك وزاره البيئه وكذلك حتى وزاره الزراعه. عندكم لجنه حاليا مشكله للتعامل مع الفيروس. وكذلك يعتمد على وعي المواطن انه هل هذا الفيروس كيفيه معالجته؟ انه اولا المعالجه الاساسيه هي في مثل ما ذكرت في بدايه الحديث انه الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات والمواشي. نعم. هذه المواشي تكون في دمائها وفي حتى في البراز مالتها في الخروج وفي حتى في احيانا اللعاب مالتها موجود هذا الفيروس. فلازم اول طريقه انه لازم المواطن يكون على وعي، وكذلك حتى هو القصاب الجزار انه اساليب الوقايه انه يلبس الكفوف وطريقه عزل المواد والدم، حتى لو المواطن اثناء اشتباه في اللحوم المواشي انه موجوده في لحومها طريقه طبخها، وكذلك حتى استخدام في قطع السكين انه اثناء استخدام السكين يلبس كفوف حتى لا يصاب بهذا الفيروس. لكن نلاحظ دكتور انه الجزارين حاليا ما ملتزمين بهاي الامور، يعني هناك مجازر غير مجازه، يمكن عدد مجازر الموجوده في كل العراق 40 45 مجزره القديمات. نعم. ماكو يعني حاجه الى يمكن 200 مجزره، ماكو مجازر مجازه جديده. ووزاره الصحه ليش ما تكون عندها متابعه، او لجانها الصحيه اللي نعرفها ليش ما تقوم بمتابعه القصابين محلات الجزاره اللي دا يجيب لحم دا يذبح باماكن غير مخصصه، مو المجازر المجازه واللحوم دا يستهلكها دا يبيعها للمواطن هي غير خاضعه للفحص الصحي. نعم طبعا هو لازم يكون هناك دور فعال للجان المشتركه، ومثل ما تعرف انه اكو هنالك الطريقه العشوائيه في طريقه الذبح. حضرتك يمكن اكيد في بعض المناطق الشعبيه تلاحظ حتى في الشوارع خلال طريقه الذبح لا هي الطريقه الصحيه، واحيانا حتى اللحوم تشاهد لفترات ساعات طويله تكون معلقه. يعني المفروض اكو حتى مو فقط وزاره الصحه، انا اعتقد انه لازم وزاره الداخليه تطلع حملات على هذه الاماكن اللي في الهواء، يعني في اماكن غير صحيه وغير خاضعه للرقابه، يكون المسؤوليه مشتركه بين وزاره الصحه وكذلك حتى وزاره الداخليه او القطاعات الامنيه. اذا بحاجه الى قوى امنيه لمتابعه. نعم. هؤلاء المتجاوزين. نعم نعم. وكذلك طيب. انه كذلك حتى انه القصابين المفروض يخضعون الى فحوصات دوريه، الى اجازات، انه فتح محلات القصابه، الى حتى ذاك كائن القصاب انه شكى من اعراض يعني المفروض يراجع اقرب طبيب او مؤسسه صحيه لتشخيص المرض في بدايته. ماذا عن المواطن؟ لا تلاحظون اكو قله وعي عند المواطن، يعني خصوصا
اللي أصيبوا بهذه الفيروسات بعدم مراجعتهم إلا بوقت متأخر للمراكز الصحية، وكذلك استهلاك اللحوم من المجازر غير العشوائية، عدم وجود حملات لتعقيم الحظائر وأماكن بيع هذه المواشي اللي هي أيضا عشوائيات مو مجازرة رسميا أو ما مخصصة وما بها إشراف من الصحة أو البيئة أو حتى وزارة الزراعة؟ نعم طبعا تعرف مثل انه المسؤوليه مشتركه، اذا الفيروس مثل ما ذكرت لك انه ينتقل عن طريق البعوض وعن طريق القراد وعن طريق الحيوانات، فانه لازم وزاره البيئه تساهم في مكافحه الحشرات، وكذلك انه طبعا على فكره انه الوفيات تكون الفيروس من يتقدم في مراحل متقدمه، انه اذا وصل الى مرحله احنا مثل ما اسمها الحمى الفيروسيه النزيفيه، انه حيكون في بدايته مثل ما ذكرتك انه يكون صداع مع ارتفاع في درجه الحراره، في تقدم الحالات اذا وصل الى مراحل متقدمه بعد ذلك يكون نزيف في العين، نزيف في اللثه، او احيانا تقيؤ دموي او تبول دموي. هذا حتكون هنا طبعا اسباب الوفاه، اما تكون احيانا يكون عجز كلوي او فشل كلوي او فشل كبدي او فشل تنفسي. فهذه اسباب الوفاه، كلما انه الفيروس او الحمى النزيفيه شخصت في بدايتها ممكن المريض يتعالج، يعني اكو علاجات لها يعني متوفره انه في بدايه تشخيصها احسن ما يتقدم في الحاله. طيب يعني انت تتحدث دكتور عن مخاطر كبيره وهناك مخاطر من هذا الفيروس، ليش ما يتوجه المستهلك نحو اللحوم البيضاء مثلا اللي هي خاليه اعتقد من هذا الفيروس؟ والله تعتمد، شوف هذه يعني الكلام تعتمد على وعي المواطن، يعني انه استخدام اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء يعني حدها ماكو اصابات فيها من الفيروس، هذا ينتقل عن طريق اللحوم الحمراء وينتقل عن طريق مثل ما ذكرت لك القوارض وينتقل عن طريق البعوض اللي هي هذه تنقل الفيروس من الحيوانات الى الانسان، وممكن الفيروس ينتقل من انسان انسان في سوائل يعني نقول لعاب الشخص المصاب او عن في دم الشخص المصاب، اذا استخدمنا يعني نفس الادوات مثل اذا كان استخدام الابره او الكانولا، او كذلك ينتقل عن طريق حتى سوائل الافرازات الجنسيه في الشخص المصاب، يعتمد على انه مدى الفايرال لود يعني الحمل الفيروسي في جسمه. طيب خلينا نجي عن المعالجه، صار لكم فتره طويله تتعاملون مع هذا المرض وحالات كثيره راجعت المستشفيات والمراكز الصحية، عندكم خبرة حاليا بالتعامل، عندكم أمصال ومضادات حيوية للقضاء على هذا الفيروس؟ طبعا تعرف أنت يمكن إحنا أصحاب خبرة طويلة، ودائما وزارة الصحة تكون على اطلاع في الطرق العلاجية الحديثة. تعرف هذا الفيروس، الفيروسات بصورة عامة هي إحنا ننصح للأرانا أي فيروس، هذا الأرانا فيروس إنه سلوكياته تكون غير يعني كل فتره ويغير بالشكل مالته، بس بصوره عامه يعني حاليا ادويه الانترفيرون واللي تستخدم فيها وكذلك الريبافيرين، واكو ترايل انه بحوث جديده نزلت على استخدام ادويه الاكتامرا في علاج الحمى الفيروسيه النزيفيه. طيب يعني اكتسبنا خبره، تعرف سنين الفيروس صار، لكن لا يوجد يعني صار لا اخفي كسرا انه لا يوجد لقاح لهذا الفيروس، لان الفيروس يغير في سلوكياته. لكن هذه المضادات اللي ذكرتها متوفرة حاليا عند وزارة الصحة؟ طبعا متوفرة، لأن قسم من هذه يستخدم في التهاب الكبد الفيروسي قسم من عندها. نعم. خلينا نجي إلى الجهود الدولية، يعني منظمة الصحة العالمية عندها جهود بتعضيد هذه الجهود المحلية، أكو تعاون مع وزارة الصحة للتعامل مع خطر هذا الفيروس؟ حتما، تعرف هو الفيروس تعرف مثل ما ذكرتك حاليا أصابت 194 إصابة، وليس في يعني اغلبيتها في الجنوب، اكو تعاون مع منظمه الصحه العالميه وزاره الصحه انه حملات توعيه عن طريق يعني البوسترات، عن طريق الصحه العامه، عن طريق المستشفيات، عن طريق اللجان المشتركه لتوعيه العالم. لكن هي مدى استجابه المواطن لهذا صراحه الحمى انه فيروس الحمى النزيفيه وطرق الوقايه، هي طبعا دائما اكو مقوله عندنا نقول الوقايه خير من العلاج، انه شلون تحمي نفسك قبل لا يعني تقع في مازق، وانه حيكون عند تصاب بالفيروس، ومثل ما ذكرت لك انه الفيروس
فترة حضانته ممكن توصل إلى واحد من أسبوع إلى 21 يوم. طيب بدأ الفيروس وظهر يمكن في مدينة الناصرية أولا في جنوب العراق، وصل يمكن حاليا إلى مدينة الكوت، أكو خطر أنه يوصل إلى بغداد؟ نعم طبعا، هو تعرف احنا العراق والعراق، العراق يعني مو بين دوله ودوله، احنا ممكن احيانا حتى نسال المريض انت مسافر رايح مثلا، نفرض يعني ان شاء الله الله يحفظ اهلنا في الناصريه، مثلا انت رايح المكان بيه هو الفيروس مثلا منتشر، احيانا المريض يقول ما مسافر او مسافر، هو مثل ما ذكرت لك فتره حضانته من اسبوع الى 21 يوم، ممكن اعراضه تظهر بعد اسبوع وممكن 21 يوم عن طريق يعني مثل ما ذكرت لك انه من شخص الى شخص، ممكن يكون يعني معدي مو بس فقط الحيوانات عن طريق انه البعوض او لا، الشخص المصاب هو بحد ذاته يكون معدي، في افرازات في اللعاب، في الدم مالته، في السائل المنوي، ممكن يكون فتره العدوى. فذلك يعني اذا عندنا اشخاص، تعرف احنا التواصل الاجتماعي ما عندنا فد بين العراقيين اللحمه الوطنيه، واحد يزور الثاني، فما يعني مو اذا وصل للكوت او وصل ناصرية ممكن يوصل لأي مكان في العراق، لأن هو يمكن أغلب اللحوم في بغداد وكل محافظات اللحوم تجي يمكن من مراعي الحيوانات موجودة في الكوت ومن جنوب العراق، وكل محافظات تتبادل هذه المنتوجات. لكن عندكم حالات في بغداد حاليا إصابة أو وفيات؟ يعني ذي فترة كان أكو شخص وصل المستشفى الكندي، لكن تعرف إحنا الفحص التوكيدي ندز فحص البي سي آر حتى تسجل هذه الإصابة، يعني هو دخل مل يعني الفحص ملحق يعني وقت توفى في لحظته في الطوارئ لأنه وصل لمرحلة، لكن مثل ما ذكرت لكن ظهور البقع والحرارة والإسهال كلها أكو علامات معينة إنه تقول هذه حمى النزيفية الفيروسية صراحة، أكو كانت إصابة واحدة وتوفى في الطوارئ. الشكر جزيل لكم مدير مستشفى الكندي دكتور مصطفى حاتم الموسوي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، الموازنة الثلاثية تحط رحالها على ضفة التصويت لتنهي بذلك رحلة الخلافات والنزاعات. لغة الأرقام تحكم في الموازنة، والمخصصات المالية التي قسمت على المكونات والمحافظات يراها المراقبون أرقام قياسية من شأنها أن تنفذ أو تساعد على تنفيذ المشاريع المتوقفة. والتفاصيل مع زميلة نهى الشمري. بعد عدة جلسات على مدار 5 أيام، البرلمان يصوت على قانون الموازنة العامة بكافة موادها لينهي بذلك حربا أشعلت بين الكتل السياسية منذ أشهر مرت عند أول لحظات إرسال الموازنة إلى البيت التشريعي. مناكفات وخلافات عصفت في البيت السياسي طوال تلك المدة العصيبة التي أدخل بها البلد، لكنها انتهت بقرار قضى بتمرير الموازنة الثلاثية. أمال الشعب العراقي تعلقت بالموازنة الحالية التي يصرح المراقبون أنها تلبي طموح المواطن لما خصص فيها من مستحقات مالية للإعمار والإصلاح الخدمي والبيئي والكثير من الدرجات الوظيفية التي أدرجت فيها، حيث بلغت ما يقارب 175,000 درجة بصفة عقد في جميع الوزارات والمحافظات، وإضافة مواد جديدة من ضمنها عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة حرصا على التقييد بالأطر القانونية. فهي الأهم من بين الموازنات السابقة حسب ما صرح المراقبون. الموازنة الثلاثية تحظى بإشادة وترحيب سياسي وشعبي لتمريرها بعد طول انتظار، ليأتي المواطن يطرح تساؤلاته عن موعد استئناف الإصلاح وتنفيذ الوعود الحكومية، خصوصا وأن الحكومة أرجأت بعض مشاريع الإعمار إلى ما بعد التخصيصات المالية في الموازنة. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، رئيس مجموعة النبأ للدراسات دكتور هاشم الكندي، وكذلك الترحيب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم. أهلا بكم، وأبدأ معك دكتور هاشم. تم التصويت على الموازنة أخيرا، لكن ماذا بعد الموازنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى ضيفكم الكريم وإلى مشاهديكم وملاكاتكم. قرع الموازنة كان أمر مهم جدا رغم تأخرها الكبير لعدة أشهر. هذه الموازنة قدمت من الحكومة مع أنها احتوت أمرين جديدين. الأمر الأول أنها موازنة لثلاث سنوات، نعم يقرت لسنة واحدة ولكنها رؤية لثلاث سنوات. والأمر الآخر، الحكومة قالت بأن هذه الموازنة تنسجم مع البرنامج الحكومي ومع الوعود الحكومية، وبالطبيعي أنه قرار الموازنة يساهم في الإسراع في تنفيذ الواجبات والالتزامات الحكومية، ولهذا قرار الموازنة كان أمرا ضروريا رغم تأخره، لكن هو سيكون أيضا انطلاقة جديدة للعمل الحكومي. والأمر الآخر أيضا يكون إلزاما جديدا على الحكومة، لا ذرائع لا للحكومة لا للوزارات ولا للمحافظات في تنفيذ برامجها وفي تنفيذ مسؤولياتها والتزامها بعنوان حكومة الخدمة الوطنية، وهذا ما ينتظر. فبالتالي طيب، الآن الموازنة هي المنطلق لهذا الشيء، وأيضا هي رفع المبررات والتبريرات لمن يريد أن يتعكز بعدم توفر الموازنة أو عدم قرارها. طيب، ذكر الدكتور أنها تنسجم مع البرنامج الحكومي، لكن إلى أي مدى تنسجم مع هذا البرنامج؟ هناك تلويح من قبل الحكومة ربما تكون هناك جولة طعون أو اعتراضات على بعض البنود اللي تم تعديلها في هذه الموازنة، لكنها إلى أي درجة فعلا تنسجم؟ إلى أي درجة ستحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وخطط التنمية وغيرها اللي تحدثت بها الحكومة؟ الموازنة تقدمها الحكومة برؤيتها بتفاصيلها بأبوابها بتوزيع التخصيصات والموازنات الفرعية، والبرلمان له الحق بأن يناقش يعدل، وأيضا هو له حق التصويت عليها حتى تكون موازنة كقانون مقر في البرلمان، وأيضا للحكومة الحق في الطعن في بعض على باعتبار إذا وجدت بأن التعديل الذي جرى في البرلمان يعطل أو أنه لا ينسجم مع ما تريده الحكومة برؤية بآليات تنفيذ، من حقها، وهذا مسألة طبيعية. هذا هو العمل في النظم الديمقراطية، هذا الأمر يكون بالتعاون وبالتكامل وأيضا هذه الرأي والرأي الآخر بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية. مثلا خذوا مثلا، كان الحكومة قد فرضت بعض الضرائب، لربما كان الأوضح مسألة بعض الضرائب على المحروقات البنزين تحديدا. الحكومة لها وجهة نظر على اعتبار ربما اليوم العراق من أقل الدول اعتمادا على الضرائب. هذا الأمر فيه إشكاليات كبرى، أنت لا تستطيع أن تقدم خدمات دون ضرائب كما معمول في أي بلد في العالم. البعض يريد هذا الأمر أن يكون لربما منجزا شخصيا، مطلبا شخصيا، سمعة شخصية، يقول بأنه ليس هذا الوقت مناسبا أو لا يحق الحكومة أن تفرض ضرائب على المحروقات أو غيرها. هنا حصل التفاوت. بالتالي نعم، لم تكن الموازنة قد أقرت بصورة كاملة كما أرادت الحكومة، وأيضا هي أقرت برؤية ليست كما بصورة كاملة مثلا كما يريدها كل أعضاء البرلمان، ولكن هي الحالة الأفضل انسجاما ضمن العرف القانوني والدستوري ما بين الطرفين، على من يجد أن هنالك اعتراضا ضمن القانون وضمن الدستور أن يذهب سواء كان سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية، وهذا أمر طبيعي جدا. طيب، نرحب بك مرة أخرى سيد مهدي. صوتتم على بعض بنود الموازنة أو أغلبها، واعترضتم على بعض البنود منها، لكن شنو سبب اعتراضكم الشديد على بعض البنود بينما أطراف كردية أخرى صوتت عليها؟
بداية تحياتي لجنابك وإلى قناتك ومشاهديك وإلى الأخ الحبيب دكتور هاشم المحترم. حياك الله. حضرتك تعرف أنه الآن الحمد لله وله الحمد والشكر على أنه تم تمرير الموازنة والاتفاق عليه وسوف يصادق عليه رئيس الجمهورية يوم غدا وبعد غدا بإذن الله تعالى. ولكن كانت هناك يعني حقيقة هي أول موازنة لمدة 3 سنوات وكان يجب أن يكون فيها مناقشات حوارات تخدم العملية السياسية باعتبار أنه هناك اتفاقات كانت موجودة للكبار السياسيين ولقادة الكتل المحترمة أتت إلى اللجنة المالية وكان هناك الاعتراضات والتعديلات ولكن كل هاي مقبولة. ولكن إذا تأتي إلى فقرة وهي أنه تمس كيان الإقليم باعتبار إقليم دستوري وضمن عراق فدرالي اتحادي كل هاي الأمور اللي تم الاتفاق ضمن الدستور وكانت هذه الفقرات مع من بعض الكتل السياسية اللي نقول عليها أخوة يوسف اللي ضمن الكردية أولا وبعض الشخصيات اللي أقول بعض الشخصيات الذين حاولوا أن يضعون العصد في العجلة من أجل مصالح شخصية فئوية حزبية إلى آخره. ولكن بفضل الله تعالى كل المخططات اللي كانت موجودة أولا لهدم بنيان خلينا نقول عليه إقليم كيان إقليم كردستان باتفاق كل الكتل السياسية والعملية السياسية مع هؤلاء تم إفشال هذه المخططات بالتصويت على كل ما تم الاتفاق عليه وحتى بالنسبة لحصة إقليم كردستان تم الاتفاق عليها وكل اللي مطلوب من إقليم كردستان تم الموافق عليها وتسليمه أيضا بالمقابل ما مطلوب من المركز أيضا تم الاتفاق عليها ومرت الموازنة. طيب لكن اكو اعتراضات حتى الان يعني خصوصا البارتي موقفه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي بعد اقرار الموازنه كانه يفتح النار امام بغداد كردستان او الفناء. كردستان ليست خط احمر بل هو خط الموت. اكيد تري ليش؟ لانه اولا اقليم كردستان ما اجى عن الهواء، بنيه وصار اقليم كردستان بتضحيات الانفال الحلبشه شهداء لا. ولكن اخوه يوسف من اقول اخوه يوسف اللي داخل نفس المكون الذين حاولوا مع كل الاسر مع حبي واحترامي لهم حاولوا ان يهدموا هذا البنيان بمصالح شخصيه حزبيه. والدليل على كلامي انه كل الاحزاب الكرديه المنضويه بالبرلمان لم يوافقوا على مقترحهم الذي يقول انه يجب اذا في حال تاخير الرواتب يكون السليم تكون محافظه السليمانيه ترتبط مباشره مع المركز. اذا اين كيان الاقليم؟ اين 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 الدستور؟ اين ما اتفق عليه؟ اين البنيان والشهداء؟ لهذا السبب لم يكن مقصود احد. الزعيم مسعود البرزاني عندما صرح بهذا صرح لهؤلاء الذين يحاولون هدم البنيان اللي لمدة عشرات السنين والتضحيات والشهداء والتهجير اللي تعرض له أيضا الأخوة المرافقين النضال من الكتل الشيعية يعلمون جيدا كيف أتت هذه التضحيات ومن أين وإلى أين. لهذا السبب كان هذا الخطاب فعلا هو في يعني انت اني بنيان باني بنيان عليه وتجي بلحظه انت تريد تهدم مع العلم انت نفسك انطيت تضحيات الاخوه في الاتحاد الوطني انت عندهم تضحيات عندهم شهداء عندهم حلبشة كل هاي الامور في مصالح شخصية لعدم إجراء أساسا انتخابات في إقليم كردستان المرحلة القادمة لأنهم لن يحصلوا على ما حصلوا عليه من المقاعد اللي الآن بيدهم. لهذا السبب كانت طيب في إقليم كردستان برلمان إقليم كردستان فشلوا والآن أيضا في برلمان لا يعني حتى البارتي يمكن سيد مهدي تعدى الأمر وصف شركاء في الإقليم بأنهم خونة وأن التاريخ لا ينساهم ولا يسامحهم. صح. يعني ذلك ممكن أن يكون هناك جولة أخرى من الشد ما بين الأحزاب الكردية. الإنسان موقف، الإنسان كلمة، الله سبحانه وتعالى هم أيضا يؤكد على في القرآن الحكيم إذا عاهدتم فأوفوا بعهودكم. مقولة أبا عبد الله الحسين يعني ما هي إلا كلمة، فالكلمة الكلمة هي البشر، الكلمة هي النجاة، الكلمة هي الجنة. كل هاي عندما تكون لديك مشتركات مع رفيق دربك مع أخوك مع اللي شاركك في النضال شاركك في التضحيات وفي لحظة يرمي هذه التضحيات بعرض الحائط ماذا تقول له؟ ألم تكون هذه خيانة؟ فالخيانة معروفة. لهذا السبب كان هو دقيق بوصفه لهؤلاء الأخوة. ولكن
تأثيراته مستقبلا ستكون لدى الشارع الكردي بالانتخابات القادمة، هو الذي سوف يرد على هؤلاء إن شاء الله. طيب دكتور هاشم، رغم هذه الخلافات التي حصلت، لكن تحالف إدارة الدولة ما زال صامد. ائتلاف إدارة الدولة يمكن تجاوز هذه الإرهاصات، لكن هل هذا يدل ويعني رصانة وتماسك هذه التحالفات والاتفاقات السياسية؟ هل يمكن التعويل على استمرارها؟ التحالف نعم استطاع أن يأتي بهذه الحكومة ويكون داعما لها، لكن علينا أن نتفهم جميعا ونتحدث بواقعية بأن في بعض الأحيان تحضر الخصوصيات في المناقشات. نتحدث عن البرلمان مثلا في الموازنة، نعم أصبح هنالك تركيزا كبيرا على بعض الخلافات التي حصلت ما بين الأخوة الكرد والمطالبات للمحافظات لم يذكرها أحد. أيضا كان هنالك نواب يتحدثون باسم حقوق ناخبيهم ومحافظاتهم، هذه مسألة طبيعية جدا. الذي يعرفه الجميع ويدركه الجميع بشكل جيد أنه وحدة الإقليم هي أساسية لوحدة العراق، والاستقرار في الإقليم هو استقرار للعراق. تأتي هذه الوجهات النظر المختلفة سواء كان مع الحكومة الاتحادية أو الأخوة فيما بينهم، أيضا هذا أمر طبيعي. تعرفون أحزاب بينها تنافس سياسي، وأيضا عندها طموحات معينة، عندها رؤية للإدارة سواء كان الإدارة في الإقليم أو في الإدارة في الملفات المشتركة مع بغداد. فبالتالي الآن تم إقرار الموازنة، الجميع رضى عنها بنسبة كبيرة وصوت لها. نعم ليس الجميع متفق مع الموازنة برضا كامل مطلق، ولكن الجميع يحترم التصويت، ونحن ذاهبون إلى أن نفعل ما يعزز الاستقرار في كل المحافظات العراقية وفي الإقليم أيضا، وأيضا بما يحقق في التهدئة السياسية في كل المحافظات، وهذا أمر طيب سيتم تجاوزه مثل ما كان في السابق. لكن بالمناسبة سيد هاشم، يعني أعضاء مجلس النواب وضعوا الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام معادلة الأغلبية ومبدأ الأغلبية، لكن هل هذا مرشح للتكرار في قوانين أخرى مفصلية ومهمة كقانون النفط والغاز مثلا؟ لا، هذا لابد الأمر أن يكون بتوضيح. إذا كان الأمر مسألة أغلبية نعم فكان ممكن التصويت على الموازنة في يوم واحد، لكن التفاهمات والتوافقية والإقناع والبحث والتداول والتفييم والإفهام والتعاون كان قائما إلى اللحظات الأخيرة. بالنتيجة الجزء كبير مما تم الاختلاف عليه جرى التفاهم وجرى الاتفاق عليه، وكان الأمر طبيعي. نعم بعض المواد أو بعض الفقرات لم يتم التوصل، وجهات النظر كانت ثابتة لم يتم تغييرها، ولهذا لربما كان الرأي أنه الذهاب إلى التصويت، لكن بصورة عامة التصويت كان حاضرا كإنفاذ قانون، لكن التفاهم على المواد هو صياغة وتعديلا وإضافة وحذفا هو الأمر الشائع والكامل. الأطراف السياسية جميعا هي متفاهمة منسجمة، من الطبيعي أنا أقول أكثر من مرة من الطبيعي أن نشهد بين فترة وأخرى بعض الاختلافات في وجهات النظر، الأساس هو التفاهم لحلها. طيب، وإن لم يكن فالاحتكام لرأي الأغلبية كما هو المعمول. طيب، في الدستور. لكن لازلنا بالمناسبة لازلنا نشهد حراكا برلمانيا بأجواء هادئة، لم يحصل في برلماننا ما يحصل في أقرب البرلمانات مثلا وفي البرلمانات القريبة والبعيدة. والأمر المهم والآخر أننا ننتج شيئا يخدم الناس، ولعل ننتج يمكن دكتور، لكن هذا الناتج أخذ وقت كثير. خلينا نعود إلى سيد مهدي. سيد مهدي ذكرت أنه كانت هناك نقاشات وحوارات كثيرة ومستفيضة، لكن ليش أخذت هذا الوقت الطويل؟ ليش ما كانت مرضية للديمقراطي؟ ليش ما وصلتوا إلى التوافق الكامل؟
حقيقة أولا باعتبار أنه الموازنة ليس لسنة لثلاث سنوات وفيها نعم. كثير من الفقرات والتعديلات وتمت خاصة كان هناك اتفاقات يعني قبل هذا اتفاقات بين حكومة الإقليم وحكومة المركز وتم نعم. هذه الاتفاقية أمام المرأة الناس والكل ولكن التعديلات اللي كانت موجودة كانت مقصودة حقيقة أنا يعني أقولها إحنا كانت مقصودة من بعض الأخوة ومن بعض الأخوة يوسف اللي نكررها دائما من نفس المكون المحاولة ذكرت جنك محاولة منهم أنه أولا لتأجيل أكثر ما يرغبون به هو تأجيل الانتخابات التي سوف تكون في شهر 11 في إقليم كردستان وخوفهم من خسارة مقاعدهم وظهور من داخل الحزب نفسه انشقاقات كثيرة كل هذه الأمور أدت إلى أن يكونون في تعديلات في بعض الفقرات اللي تمس إقليم كردستان أما الأمور الفنية إن كان تصدير النفط 400 ألف برميل تم توافق عليها وليس أغلبية حتى الموازنة مثل ما ذكر أخوي الحبيب دكتور هاشم الأمور مرت بالتوافق ليس بالأغلبية الكل صوت عليها 400 ألف برميل الحساب البنكي البنك المركزي لا. المنافذ الجمارك رقابة المالية كل هاي الأمور تم الاتفاق عليها والتوافق وانتهى الموضوع ولكن قلت لك إياها باعتبار أنه هنا هذه فقرة تمس كيان يا أخي كيان إقليم كردستان العراق الآن فدرالي اتحادي مما شافه منظيم شمولي لمدة 35 عام كان هو سبب دمار العراق والآن تغيرت هذه الفكرة ولكن لبعض الشخصيات لبعض الساسة الصغار ليس الكبار الكبار هم الذين حاولوا وساعدوا في حل هذه المشكلة الصغار الذين لا يعلمون حتى القراءة والكتابة بداخل قبة البرلمان هذه المهزلة المعازل وجدتم بقية الكتل السياسية أو أغلبها كانت حريصة على أرضاء الجميع في هذه الموازنة وخصوصا الأكراد بكل أطرافهم نعم يعني أنا أقول لك يعني هذه الفقرة الأخيرة جيل الجديد معارض أنه كان الاتحاد الإسلامي بقيت ولكن عندما كان هناك مساس بكيان إقليم كردستان الكل رفضوا إلا الاتحاد الوطني هم اللي كانوا صاحب هذه الفكرة من أجل الأغراض اللي ذكرتك إياها ومع كل الأسف والحمد لله والشكر تم إبشاله بجهود الأخوة الاتحاد الديمقراطي أعضاء مجلس النواب الديمقراطي والجيل الجديد والأخوة بالاتحاد تحياتي وشكرنا لهم باعتبار قاموا بإبشال هذه المخطط إذن نعود لك دكتور وتم تمرير هذه الموازنة لكن ما ضمن فيها من مواد تتعلق بالتزام الإقليم كيف يمكن ضمان التطبيق الكامل لها دكتور هاشم التطبيق هو سيأتي فيما بعد ضمن ما تم تحديده ضمن الموازنة هذا الأمر لربما هو أمر جديد لم يكن في السابق الأمور محددة بهذه الصورة وبهذه التفصيلات هذا أولا الأمر الثاني لعله الجميع الآن يترقب وينتظر قرار قانون النفط والغاز الذي يعزز من هذه الاتفاقيات وأيضا لعل إقرار موازنة لثلاث سنوات ستكون عليها ربما تعديلات في بعض الجداول بالسنوات القادمة ولكن كبصورة هيكلية عامة هي بذاتها هذا الأمر أيضا سيساعد على اعتبار أنه وضح وحدد العلاقة والالتزامات الواجبة بما يتعلق بالمخصصات والموازنات المخصصة للإقليم هذه كلها تم تحديدها بصورة كاملة وهذا التحديد بهذه التفصيلات وأيضا سيكون أمرا واضحا وميسرا بما يتعلق بالتطبيق إذا كان هنالك يحدث أيضا لربما قد تحدث في مسألة التطبيقات أيضا بعض التباينات هذه أيضا مسألة طبيعية ممكن في حينها مناقشتها الأساس أنه الجميع اتفق على ما أقر في هذه الموازنة وهو بالإعلان الأولي وبالنيات وبالتصريحات يقول بأنه ملتزم بها وسيلتزم بها وبالمناسبة الجميع يدرك ومن تجارب سابقة أنه التفاهم والتعاون هو الذي يربح الجميع بينما الاختلاف بالنتيجة النهائية سيخسر به الجميع حتى من يتصور نفسه بأنه فاز بالاختلاف والتعاون هو اليوم اللي هو الثمرة
الأمور الإيجابية الموازنة، فيها تحديات كبيرة مثل نسبة العجز، وأيضا فيها آمال كبيرة، موازنة تشغيلية فيها كبيرة جدا، ولكن بالتعاون وأيضا بالتفاهم من الممكن لا. أن نعدي ونعبر هذه التحديات ويكون الأمر فيه خير للجميع كما هو مأمول. طيب سيد مهدي، كما ذكرتم توجد علاقة جيدة ما بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ومتفاهمين على الكثير من المفاصل، وبالمقابل وجود هذه الموازنة التي نجحت كل الأطراف بالتصويت عليها، هل كل هذا يعتبر معطيات تنجح الاستقرار السياسي، توجد هذا الاستقرار الاقتصادي عفوا؟ أكيد، باعتبار أنه أساسا يعني حتى في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة تم الاتفاق أن يكون العراق مستقر وتصوير كافة المشاكل الموجودة لأنه يصب في صالح البلد واستقراره وتقدمه، وهذا ما تم عليه حتى في منهاج الحكومة للسيد السوداني وعمل عليه حقيقة وجهود مشكورة وجاد في هذا تنفيذ هذا البرنامج. وأيضا هناك إضافة إلى سؤالك الدكتور الحبيب، أنه هناك ضمانات الآن إقليم كردستان سلم ما كل ما مطلوب من عنده، ولا حتى قرار محكمة الدولية اللي كان، هاي كلها من المحفزات اللي جعلت أن يكون هذا الاتفاق، يعني ماكو بعد تصدير إلا أن يكون عن طريق سومو، وهذا ما تم. إضافة إلى أن هناك جنابك يعرف الموازنة لمدة 3 سنوات، هناك خطة طموحة لدى هذه الحكومة باعتبار التراكمات الموجودة لعدة سنين اللي مضت، لا بيوم واحد ولا بسنة ولا بسنتين، ولكن الخطوات الجيدة التي تقوم بها هذه الحكومة خلال الستة أشهر الماضية يحتاج وقت أكثر لظهور العمل اللي سوف يكون من 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 كثير من المشاريع اللي الآن ضمن خطة أو ضمن منهاج الحكومة لهذه الحكومة سوف تساعد على انتشال العراق مما الوضع المأساوي اللي كان به. الشكر الجزيل لكم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد مهدي عبد الكريم، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم رئيس مجموعة النبأ للدراسات دكتور هاشم الكندي، شكرا لكما. شكرا لكم. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.